ماذا تغير في حياة سي محمد يتيم؟ لم يتغير أي شيء. سي محمد يتيم بقي هو سي محمد يتيم، يعني كما كان، حياته العادية، البيت ديالو نفس البيت، نفس السلوك، ما تغير حتى شي حاجة. ما تزادش الشغل شوية؟ لا، الشغل زاد. حتى الشغل شغل مسؤولية حكومية شغل آخر. شغل آخر، لأن شغل مسؤولية حكومية يعني يمكن تشتغل 24 ساعة 24 ساعة وما توفيش 300 ساعة. فبالتالي إذا تغير شيء فهو تغير الإيقاع ديال العمل، ولكن ما تنساش أنه حتى الوزارة فيها وسائل ديال العمل، عندك مديريات، عندك أقسام، عندك، فبالتالي خاص غير الإنسان يكون منظم وتكون عنده رؤية ويكون عنده برنامج واضح ومشروع واضح ومشاريع واضحة. وحنا غادي نؤكد لك بأنه حنا في وزارة الشغل والإدماج المهني، يعني عندنا واحد الفريق يعني كنقول نحييه من هنا، اللي هو منتظمين وكنشتغلوا، وإن شاء الله غادي يبان لكم، غادي يبان لكم الأثر في يعني بعد شهور إن شاء الله. غير هذا الانتقال بالنسبة لي كمسؤول نقابي إلى الآن وزير، كنت في الجهة الأخرى كتفاوض وزراء ربما في إطار حوار اجتماعي أو شيء، الآن هذوك الناس اللي كانوا رايحين معك في الطاولة غادي تفاوضوا، كيفاش كتعيش هذه المسألة وكيفاش كتعيش هذا التعايش؟ تعيش بكل اطمئنان ولا عندك خبرة باش تواجه هذا وبكل انسجام؟ علاش؟ دوبل كاسكيت صعيبة و ماشي دوبل كاسكيت، كاسكيت ديال النقابة حيت وليت عندي كاسكيت ديال الحكومة ديال المسؤول. أنا قدمت الاستقالة ديالي من النقابة لأن ما يمكنش. نعم. فالنهار الأول لما تعينت أول شيء درتو قدمت الاستقالة، لأن وليت عندي مسؤولية وطنية أخرى. كنت كندير واحد المسؤولية وطنية من في إطار العمل النقابي، اليوم جات الفرصة باش بزاف ديال الحوايج اللي كنت كنشوفها عندي الأدوات اليوم باش نديرها في إطار الممكن. واش هذا يعني آخر كلمة باش ما نحاولوش نطول. أولا خاص تعرف بأنه ملي كنت في النقابة، حنا الاتفاق ديال 26 أبريل، حنا ما كناش نقابة حكومية، كنا نقابة بين قوسين معارضة غالبا من الحزب، ولكن وقعنا الاتفاق ديال 26 أبريل وكنا فاعلين فيه. فبالتالي حنا المنظور ديالنا ديال العمل النقابي ما كانش كيتبنى على المزايدة، وكنا كنتكلم على القوى الاقتراحية، وكنا كنقول بزاف ديال الحوايج. كنت كاتب على الولايتين، وكنت أيضا عضو رئيس المجلس الوطني، دوزتي في النقابة تبارك الله. 10 سنين 11 عام يلاه زيد. دونك الصفة السابقة ديال السياتين واش عاونته في الوزارة ولا خلقات ليه مشاكل؟ لا بالعكس، سهلت علي المأمورية لأنني فاهم